احتفالا بعودة جلالة الملك إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية، واحتفالا بيوم العلم، نظمت السفارة الأردنية في دولة تونس حفل إفطار للجالية الأردنية. حقيقة هذه الجمعة الطيبة اليوم نحتفي فيها على في أجواء احتفاء الأردن في عودة مولاي صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وأطال الله عمره برحلة العلاج. نحتفي أيضا بيوم العلم الأردني. حقيقة في هذه المناسبات الطيبة اللي في تخيم علينا هذه الأجواء نجتمع بأبنائنا، نستمع إليهم، نتواصل معهم. حقيقة استشعرت خلال حديثي معهم اليوم حالات الارتياح اللي بيعيشوا فيها في بلدهم الثاني تونس، بحيث أنه كل في قطاعه، كل في مجال عمله، كل في مجال حياته اليومية، أستمع إلى أمورهم، قضاياهم، معوقات، إيجابيات. فرصة لقائهم اليوم أنهم يتحدثوا بيناتهم وما بعضهم، بحيث يسهلوا لبعضهم، الكبير يحمل الصغير. وحضر حفل الإفطار عددا من أبناء الجالية الأردنية في تونس، والذين بدورهم وجهوا رسائل ودعوات بأن يبقى الأردن شامخا في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.